مع بدء نزوح مئات الآلاف من سكان المناطق الحدودية في قطاع غزة إلى مراكز الإيواء، ظهر فصل جديد من فصول مأساة الحرب الإسرائيلية، فصل له متطلباته الإنسانية الخاصة، فبدأت معه قوافل الإغاثة والمعونات تفد تباعا إلى القطاع من دول عربية وإسلامية، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة التي أقامت مشفى ميداني وسيرت العديد من قوافل المساعدات. أن هذه المساعدات بناء على التوجيهات ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مثل حاكم في المنطقة الغربية، رئيس هيئة الهلال الأحمر، الآن تم هذه المساعدات اللي دخلت البارح امتداد للجسر البري اللي تم العمل فيه، وبالبداية كانت 6 شاحنات محملة بالأدوية والأجهزة الطبية الضرورية للحالات الطارئة، الآن هذه مواد غذائية ومكملات غذائية استهدفنا فيها، لأن شفنا الفئة المستضعفة أيضا هي الأطفال والنساء. المستشفى الأردني أقيم في غزة قبل نحو 6 سنوات، يقدم خدماته الطبية للفلسطينيين مجانا، وأضافت الحرب إلى دوره مهمة جديدة تتمثل في توزيع المساعدات. مجموع ما تعالج عندنا من أهلنا في قطاع غزة عددهم 1.5 مليون تقريبا، أضيف واجب آخر للمستشفى الأردني الميداني تقديم المؤن والمساعدات الغذائية والطبية لأهلنا في قطاع غزة. الأونروا أكبر هيئة إغاثة دولية في قطاع غزة أكدت تلقيها استجابة من عدة دول عربية لنداء استغاثة من أجل إنقاذ الوضع الإنساني في القطاع. بعد إصدارنا النداء ب 187 مليون دولار تقدمت لنا الإمارات ب 40 مليون دولار لهذا النداء الطارئ، وأيضا البحرين ب 4.5 مليون دولار. هناك مساعدات أتت من الأردن، أيضا أتت من دبي، أيضا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونحن ننتظر مزيد من المساعدات من أجل القيام بواجباتنا اليومية على الأقل في قطاع غزة. وتؤكد الوكالة أن الحالة في غزة تتطلب المزيد من الدعم. كل حرب إسرائيلية على غزة تفاقم الأوضاع المعيشية للفلسطينيين أكثر فأكثر، فتزداد حاجتهم لمثل هذه المعونات التي بات يعتمد عليها معظم سكان القطاع. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.